السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مكتب البطل الكاجوال، معانا عروض شتوي 2022 نزلت المكان. معانا جواكت جلد، معانا دريسات ميني دريس، معانا حاجات صوف وعجينة، معانا الخمس سويد، معانا الشميزات، حاجات مقاسات خاصة ومقاسات عادية، كل حاجة هنشوفها معانا النهاردة ان شاء الله بالاسعار والخامات والموديلات، وعامل خصومات من اول الشتاء لكل متابعين قناة يوميات مكة. كل حاجة هنشوفها النهاردة ان شاء الله بالاسعار. لينك التليجرام ولينك قناة اليوتيوب موجودين في اول تعليق مثبت، واسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما ابدا الجوله، لايك وشير لكل حبايبكم، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا فاتن؟ فيديو الشتوي بدا، الاسعار بدا معانا من كام؟ من 75. 75 75 ده، بس الخامات تحفه. انا عايزه اقول لكم سكت التصوير غير ابو 60 و50 اللي احنا بنشوفه. حاجه شياكه كده، واخد كورنيش من هنا، كل حاجه شكله تحفه. والخامه كمان ده هيبقى قلنا بكام؟ لوحده كمان تمام شكله. قلنا ده هيبقى بكام؟ 75. ب 75 تمام. عايزه بقى في الوانه كلها، درجات الوانه كلها، اسود واقوى وبيج فاتح وغامق تمام، وكحلي، كل الوانه متاحه تمام. في ايه تاني معانا؟ لسه بيكملوا حاجه زي كده، احنا جينا لكم في الاول حاجه زي كده برضو. ده العجينه، بس ده عجينه عايزه اقول لك ان خامته جميله قوي، خامه تحفه كده انت شايفه بقى، حلو قوي قوي. وده برضه هيبقى سعره كام؟ ده 80. ده هيبقى ب 80 جنيه. الحاجات دي لوكسيات يا جماعه، مش ابو 50 الشعبي. صح تمام خالص. خامه ثانيه، ده خامه ثانيه تمام. ده هيبقى ب 80. وفي برده ده كل الوانه تمام، كل درجات الوانه متاحه، اللي هو الساده. ده الساده عايز اقول لك حلو جدا، الخامه تحفه تحفه، حلو قوي. ده برده هيبقى سعره 80 جنيه. تمام. ممكن تفرجوا بقى هاي ويست. هاي ويست ساده وش وظهر ولا ايه؟ قدام ده وشه تمام، الظهر ساده بقول لك ولا تمام؟ هو كله ساده تمام. حاجه برده زيه عليها كلمه وراها. عامله كام ده؟ ده 100. ده يبقى عامل 100 جنيه. عايزه اقول لك حلو قوي، هاي ويست تبطين، ده اللي هو البولر يا جماعه، جوه وبره تبطين تحفه، حلو قوي. وده هيبقى عرض ال 100 جنيه. 100 جنيه كل الوانه برده، كل الوانه متاحه تمام. بصوا دي طبعا قدام بس، لا والظهر كمان. عامل كام ده؟ ده 110. ده هيبقى ب 110. ادينا وشه كده، الجمال ده كله هيبقى ب 110 بس. ده وان سايز برضو، تلبيس زي دبل اكس. انا حاسه واسع قوي، واسع قوي يعني، تلبيسه دبل اكس مرتاح. وده برضو هيبقى ب 100 جنيه. ماشي 100. هو بكام طيب؟ 110. ماشي 100. 100 عادي؟ طب تمام 100 جنيه. بنفصل لكم، بنفصل في الشتوي من اوله. خلاص بقى تمام. قطعه واحده، قطعه واحده تمام. ده هيبقى ب 100 برضو. اسمع حاجه زي كده، ايه الشياكه دي يا فاتن؟ حلوه قوي. الجمال ده تريكو مشعر، مشعر في تريكو، والكم عامل زي، عارفين قشر السمك اللي كان جاي في السنه اللي فاتت كده، شكله تحفه وجديد جدا. ده جديد قوي. الوانه كتير قوي، الوانه كتير جدا. ادينا وشه برده يا فاتن، وتلبيسه مرتاح حلو زي 80 كيلو يلبس. عامل عندي جسم بتاخد وضع جسم تمام. لكره حلو قوي قوي، عامل 150. ثبت لنا شكله، ياخد سكرينات كده. الشياكه ده هيبقى ب 150 جنيه بس. بصوا الكم تحفه، عاجبني قوي. جميل قوي. ده هيبقى ب 150 جنيه. تسلم ايدك، حلو جدا. كل الصف ده كده الوان، كل تمام. عايز اقول لك كل الاسود ثابت تمام. اوريك لون ثاني منه، البيج. البيج اهو، ده اللي هيبقى ب 100 وكام؟ ده 150. الشياكه دي هتبقى ب 150 جنيه، تحفه بجد، حلو قوي قوي، عاجبني جدا. ايه الجمال ده؟ بلسي في جلد وشغل عالي قوي السنه دي بجد، شغل الشتوي تحفه. حاجه زي كده يبقى عامل كام ده يا فاتن؟ ده 170 جنيه. ده هيبقى ب 170 جنيه. لا الوان كلها، والاسود اساسي معايا، الجلد الاسود ده اساسي ثابت، واللون اللي بيتغير طبعا لون الدريس، ومن تحت بلسي زي ما انتم شايفين، وفوق زراير. وده قلنا هيبقى ب 100 وكام؟ تمام. ومعاه الحزام 100 وكام؟ هيبقى ب 170 جنيه تمام. بس جلد في مشعر، ايه الجمال ده؟ عايزه اقول لك ان هي اول الشياكه دي، ايه الشياكه دي؟ بصوا الخامه من هنا مشعره في جلد كده. لا بقول لكم الشتوي السنه دي هيدلعوكم بجد في الشتوي قوي. ودي عامله كام الشياكه دي؟ دي 180. 180 جنيه جلد. تمام. 190 جنيه على التليجرام. 190؟ 190. كل المتابعين هياخدوها ب 180 جنيه. التليجرام ده يعتبر سعر الجمله اصلا. تمام. متابعينك الامر. تسلمي لي. بصي على العرض اهي. بصي موجوده اللون اللي هو البيج زي ما انتم شايفين على العرض اهي. تمام عشان تبان معانا. عايزه اقول لك بقى تلبس 80 كيلو. ده فري سايز، حلو قوي. لا ده تلبس 85 كمان. ده واسع شايفاها، بصوا واسع قوي. انت عشان في ناس بتجيبها. انا عارفين ان انا بحب الحاجه الواسعه شويه، والكم شداد. لا الكم شداد كمان، تحفه. والشغل من على الكم، حلو قوي. ومدي بالليسي بالعرض كده من فوق، شكلها تحفه. الشياكه دي عامله كام؟ 150 جنيه. عايز اقول لك برضو عجينه تريكو. الخامه دي عجينه، حلو قوي. الخامه دي عجينه، تلبس ليدي، وعامله 100 وكام؟ 150. 150 تلبس ليدي. وعندنا برضو مقاسات كبيره، ورنات في مقاسات خاصه.
المشعر ده حاجه شيكه كده، اصلا حاجه قمر، حاجه ايه الجمال ده، ايه الشياكه دي، حلو قوي قوي، حلو جدا جدا. انا عارفاكي مش هتاخدي مرتب السنه دي بسبب اللبس ده، ده مرفوضه اصلا. 120 ايه الجمال ده، ده هيبقى بكام؟ 120. ده ب 120 جنيه؟ عايزه اقول لك تحفه. ايه الشياكه دي؟ الشياكه دي ب 120 جنيه فاتن. في بقى حلو قوي قوي قوي، تمام، تسلمي ايدك. يعني الاسود والنبيتي تحفه، شكله شياكه قوي. بلاش بقى القطعه الاساسيه، خد لنا كلنا. الجمال ده، دي نص ونص، دي اللي هي سويدي. بصوا حاجة شياكة كده، وعايزة أقول إيه الجمال ده، ده قطيفة، ده قطيفة سويد. سويد ده السويد في جلد، إيه الشياكة دي؟ الجلد ده ما يقشرش. لا دي إيه الجمال ده؟ دي سويد يا جماعة، سويد مقاسة 80 مرتاح، حلو قوي. يعني أنتوا عارفين إن أنا الحردة دي كانوا بيشتكوا إن الحردة بتبقى ضيقة، لا الحردة هنا مقاسة حلو جدا، ودي هتبقى ب 130 جنيه مقاس ليدي. حلو جدا، شكلها تحفة جدا، تسلمي. حاجه بقى كده سويد برضو، سويد برضو، سويد بس ده 150، ده ب 150. بصوا الوان منه، ها الوان كتير، الوان كتير مصورينه على الطبيعي، وده تلبس 75 80 يا دوب، يعني عشان بس حلو. للعلم حلو قوي ده، يبقى قلنا ب 150 150 سويد، حلو جدا، حلو قوي. الخامه بتاعته نظيفه، الخامه السويد تحفه طبعا، كانت طالعه ترند قوي السنه اللي فاتت كمان، حلو جدا، تسلم ايدك. ايه الدريس الشياكه ده، ايه الجمال ده، هو مظلوم في الصوره صح كده؟ والله حلو جدا، ده سويت كمان يا جماعه، شكله تحفه. عايزه اقول لكم التصوير فعلا مظلوم، هيبان قوي جدا في اللبس كمان. عامل كام ده وانت فرده الكلوش كده؟ 210 بس، حاجه عاليه وخامه عاليه، يعني السعر عالي بس الخامه عاليه وتقفيل حلو جدا جدا، شكله حلو قوي. السويت ده تحفه في اللبس. اه وليه شكل تاني في الكلوش كده، وريهولي بقى. تمام، هو خامته نظيفه قوي، خامه حلوه قوي، تسلمي ايدك. تمام، 210. لحزام برده، كلوش برده نفس القصه دي، كانت في الصيفي طلع معانا في الشتوي في السيواي، شكلها تحفه برضو، بس يختلف بقى في الخامه، هي نفس الخامه سويد. لا بقول يختلف، في الصيف كان سيواي، هنا الخامه سويد، شياكه قوي. عامل كام ده؟ ده 210 تاتا، 210 برضو، وتلبسه زي 80 كيلو، والتاني لابس 85 عشان فيه كلوش. تمام، حلو قوي، ده تلبسه اوسع من التاني شويه. بص ايه الجمال ده، المقاسات كبيره، وايه المقاسات دي، يعني ما كناش بنشوف المقاسات دي، دي 80 برضه يا جماعه، مرتاح 80 5 طبعا. والخامه سويد، انا بحب اديهم مقاس ايه قليل، خمسه كمان عشان واسع. الجمال ده كم كمان حلو قوي قوي، الكم واسع، ونزل هنا زي بمعصم ضيق ومن فوق كده كلوش حلو قوي. دي عامله كام برضه؟ دي هتبقى ب 140 جنيه سويد. تمام، بقى منها الوانها كلها، درجات الوانها كلها، ابيض، جمزاري، احمر، تمام، جملي فاتح وجمل غامق، حلو قوي، تسلمي. ده كله ب 140، 140. الافكار دي، القمر ده، الشياكه دي، ايه الجمال ده، عايزه اقول لكم تحفه، مريح كده، تحفه تحفه. والخامه في ايدي ما شاء الله عليها، حلو قوي. عامل كام الشياكه دي؟ 180 جنيه. عايزه اقول لكم شيك جدا 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 جدا، وشكله حلو قوي وكده كده تلبسه هيكون عندنا. تمام، حلو قوي، حلو جدا، سلام ايدك. 180 الوانه كلها متاحه. تمام، حاجه بقى للسن، المحيرات انساتي برضو، انساتي يمشي. حلو، عامل كام طيب قبل ما نيجي نشوف الخامة؟ 150 جنيه عجينه. تمام، الخامه اللي هي العجينه برضه، بصوا بارزه من هنا، والخامه اللي هي المشعره من هنا، حلو قوي. ده البنات حلو جدا، ومصوف ده عجينه وعامل 150 جنيه، ده يبقى ب 150، الوانه كلها متاحه. تمام، هو نفس اللون اللي على المانيكان ده، بصوا اقرب لكم تشوفوه، هو نفس اللون ده. هاي وست برضه معانا، هاي وست برضه. عامل كام ده برضو قبل ما نيجي؟ 130. لا افرض لنا ياخدوا سكرينات عليه. 130. ده هيبقى ب 130 جنيه. تريكو في مشعر. تريكو في مشعر، حلو قوي قوي برضو. يمشي برضو محيرات. محيرات. انساتي مثلا ثانويه عامه، الحاجات دي هتبقى حلوه جدا، 130. 130. الوان برضو متاحه يا فاتن. معانا حاجه ميني زي كده. تريكو في جلد. حلو، ده جلد؟ لا انا فاكراه اللي هو الخامه الثانيه دي. لا جلد. حلو قوي، ده جلد ابيض. حلو قوي، التريكو في جلد عامل كام ده؟ 170. 170. ده مني تريكوف جلد عامل 170، الابيض ده جلد حلو قوي قوي، جديد برضه. بصوا النبيتي بتاعه كمان، والهافون كمان هنا اهو. تمام، في ايه معانا تاني؟ ده ب 170. ده ب 170 جنيه تريكوف جلد، حاجه زي كده الشيكه. دي قمر بقى، تنفع مناسبه ومن غير مناسبه، والله شكلها شيك جدا، مشعره برضه حلو قوي قوي، طويله بقى، يعني تمشي تونيك معاكي، تمشي بلوزه عادي. عامله كام دي برضه؟ ب 160 جنيه، سعرها حلو برضه، وحلو قوي في اللبس، سعرها حلو وكمان شكلها حلو،
والخامه احلى بجد يعني، هي مشعره جوه وبره حلوه جدا. احنا جايبين خامات نظيفه جدا. تمام، تسلم ايدك. معانا دريس برضو زي كده، ده برضو يلبس لحد 85، يلبس برضو. ده في ورا معانا حزين تريكو حلو جدا، الكم بومبي مشعره، مشعره الرسمه دي مشعره مش قطيفه، وتحت بالليسي. وده عامل كام برضو؟ 170 جنيه. تمام، معانا برضو الجواكت الجلد، مقاسات ولا مقاس واحد يا فندم؟ لحد كام؟ لارج واكس لارج، 2 اكس، لحد دبل اكس يعني. تمام، وريني برضو من جوه، بص من جوه. طب تشوف فرو الشياكه والجمال ده، حلو قوي قوي ده. ده 210. طب لا اقفله لنا يبان شكله. تمام، بصوا تبطشين فرو من جوه. بصوا الشياكه دي بدل 210 هيبقى ب 200 جنيه، جاكيت تبطشين فرو ب 200 جنيه، مقاساته لحد دبل اكس. تمام، في شكل تاني منه صح؟ اه في شكل تاني. الشكل ده كان شياك قوي السنه اللي فاتت، كان شغال ما شاء الله عليه. يعني بس مش هفتحه لكم عشان يبان معانا تبطين فرو برضه ولا عادي؟ لا عادي، هو الكم بس، عادي الكم بس اللي مبطن. تمام، يعني التاني تبطين فرو، ده تبطين ستان، ده الكم بتاعه بس برضه اللي مبطن فرو. ده 180، ده هيبقى ب 180 جنيه. مقاسات لحد دبل اكس برضه؟ لا هو ده 3 سايز، ده 1 سايز يعتبر. تمام، ب 180. معانا حاجه زي كده، ايه الشياكه دي؟ بيلرو جاردن قصير، كان في الصيف حلو قوي برضه. ده كان صيفي على الخامه اللي هي السوفت التقيل، كان على رويال. رويال تمام، ده على عجينه، خامه عجينه. عامله كام ده؟ ده 155. 155 جنيه. بصوا في العرض اهي، بصوا في اللبس بتاعه اهو، اللبس بتاعه 155. تمام، حلو قوي الوانه، 155 جنيه يا حبايبي. الاقوى والمستردة والاسود والابيض والكشمير، كل الوانه تعتبر متاحه. تمام، الوان الشغاله احنا نعتبر لسه في اول موسم الشتوي، فهتلاقوا الوان وكميات من كل حاجه. الناس اللي بتعاني من المقاس، المقاسات، المقاسات يا جماعه، المقاسات اهي البيك سايز. الناس اللي ما بتلاقيش مقاس، تلبيس لحد 100 كيلو يعتبر، لبس كتير. عامل كام ده؟ ده 140 جنيه. 140 جنيه بيك سايز. الشياكه دي يا فاتن، دي بلوزه كمان يا جماعه مش بنشو، بلوزه تحفه، حلوه قوي، حلوه جدا. تسلم ايدك. ومنها شكل تاني؟ في اشكال تانيه، منها شكلين نفس الستايل يعتبر. الجمال ده نفس الستايل بس شكل مختلف، شكل مختلف. 140، 140، 140 جنيه بيك سايز، حلو قوي. تمام، بقى الميني دريس القمر ده، الميني ده تحفه، دواير كده من على الكم. ده صوف يا جماعه بالليسي، شكله حلو قوي برده. 150 جنيه، ده هيبقى ب 150 جنيه الميني دريس. تمام، تسلم ايدك. الوان برده متاحه، اه الوانه كلها. بص اهي كل درجات الوان، بس مش عارفين نوريك الالوان بس عشان انت عارفه الشكل. تمام، حاجه بقى زي كده ميني زجزاج في مقلم كده، حاجه شياكه. عامل كام ده؟ 150. 150 برضو، حلو قوي قوي. الميني عندكم اسعاره حلوه جدا على فكره. ما اغلى ميني عندي 170 جنيه. تمام، 150 شكله تحفه. ده برضو الوانه كلها في صف، ده كل الوانه اللي انت شايفينها. عندك الرصاصي والاقوى والكشمير. تمام، بس بقى ده حلوه قوي في التلبيس. لا وتلبيسه 85، يلبس 85 مرتاح يعني. بص 80 85 كمان، بصوا معانا الوسطى قد ايه ما شاء الله، وشداد كمان. تمام، حلو قوي ده. عامل كام ده؟ 160. 160 جنيه الدريس الشياكه. لا ورينا الرقبه تبان معانا الجمال ده. بصوا الدريس الشياكه ده هيبقى ب 160 جنيه، تلبس لحد 85 كيلو. والوانه كلها متاحه، الوانه كلها متاحه. عندك كشمير، عندك المسترد الرصاصي الزيتي الاقوى. معانا شغل المشعر، ايه الجمال ده؟ انا عايزه اقول لكم السنه دي شغل، ولا وجايه الحرده بتاعتها مختلفه من هنا. وده برده مشعر حلو قوي قوي، تلبسها برده 75، يلبس 75 مرتاح. 75 تمام، 75 اه. عامله كام دي؟ 160 جنيه. 160 جنيه تحفه بقى، جميله حلو قوي. تمام، تسلم ايدك. الاسود ثابت والكشمير ده اللي بيتغير والنبيتي. تمام، حاطين بيتي كده، حلو قوي. الميكي بقى معانا، الميكي ماوس ده اللي هي الاوفر سايز، تحفه تحفه. وتلبس اي مقاس معاكم؟ لا تلبس، حلوه جدا الاوفر. تمام، الاوفر سايز دي عامله كام دي؟ 100. الاوفر سايز دي ب 100 جنيه شتوي، اوفر سايز ب 100 جنيه، اقل من سعر التليجرام. تمام، اقل من سعر التليجرام على طول، هنا بناخد اقل من سعر التليجرام. وتبطشين من جوه شكلها تحفه. اسلميلي حبيبتي يا فاتن، بص اوفر سايز برضو نفس السعر،
دي هتبقى ب 100 جنيه اوفر سايز يا جماعه شتوي تحفه. بصوا الشياكه دي، لا افرد لنا انت كده، بصوا الجمال ده، بصوا الاوفر سايز دي هتبقى ب 100 جنيه تحفه، حلو قوي قوي وتطين وكم استك. تسلميلي ما تعرفش منك يا تونه. ختامها مسك بقى، ختامنا بالابيض معانا. ربنا يجعل سنتنا بيضة كلها يا رب. ايه الشياكه دي برضو عامله كام دي؟ 110. دي هتبقى ب 110. عايزه اقول لكم الملتون المبطن النظيف الشكل تحفه تحفه، والخامه من جوه بصوا الشياكه دي هتبقى ب 110 بس. انا عايزه اقول لهم ان احنا ما جبنالكوش كل حاجه في المكان، شغل كتير ما شاء الله، اللهم بارك كتير، كل ما هيبدا بقى يظبطوا بس الدنيا ويعرفوا الاسعار كويس. عندنا حاجات جلد كتير يعني، بصوا برضه الدرس الجلد، الدرس الجلد ده ما عرضناهوش، عامل كام ده برضه يا تون؟ 180. بصوا الدرس ده هيبقى ب 180 جنيه، درس جلد كله صح؟ واللي تحت سويت؟ سويت في جلد ب 180. في منها الشكل الثاني اللي هو الشكل المعلمة دي، المعلم زي البلوزه اللي احنا شفناها. تمام برضه 180. تمام. في حاجات كتير ما عرضناهاش هي موجوده. تعبتك معايا يا تونه، شكرا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند مكتب البطل، عرضت لكم بعض الشتوي اللي نازل في المكان، وكل ما هينزل جديد ان شاء الله هنعرض لكم، هسيب لكم لينك التليجرام ولينك قناه اليوتيوب في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان، احنا واقفين قدام محمد حسين بتاع اليميش، احنا موجودين في شارع الجيش، واللي عامل لكم عليه زوم ده كوبري الازهر، هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، وممكن تركبوا ميكروباص في العتبه برده وتنزلوا على اول شارع الجيش، هتمشوا لحد محمد حسين بتاع اليميش اللي قدامنا ده، وهندخل الشارع اللي جنبه ده اسمه دخله الشوازليه، على اوله كمان مكتب زكريا عبد الموجود، انا هوصلكم لحد المكان بكل سهوله ان شاء الله، وهديكم علامات مميزه طول ما احنا ماشيين، هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده، هيقابلنا بقى محلات سوري، محلات دخل، محلات مفروشات، وكمان كاجوال، محلات كتير في الشارع ده، هوصلكم لحد مول القدس بكل سهوله. هنفوت كمان على شمالنا كده قمر، مصنع قمر برده ده بتاع كاجوال، هنمشي لحد العماره اللي في الوش اللي انتم شايفينها دي، وهنلاقي ممر شمال وممر يمين، ربنا يجعلها من اهل اليمين، وهندخل على طول في الممر اليمين على اوله كل يوم جديد اللي انا وريته لكم دلوقتي، هندخل في الممر ده وهنفضل مكملين لحد ما نعدي منه كده زي ما انتم شايفين، مش هنحود لا شمال ولا يمين، هنفضل مكملين على طول كده. هيقابلنا كمان مكتب اسيا كيدز اللي هو على شمالنا ده بتاع الاطفال، عملنا منه برده جولات كتير حلوه، واسعاره حلوه وخاماته حلوه جدا. كده خلاص وصلنا لمول القدس، هنسيب البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه، وموجود بوابتين وموجود منزل اللي تحت كده بتنزلوا له الدور اللي تحت الارضي، احنا هنخش على طول من البوابه الثانيه وهنفضل مكملين زي ما انتم شايفين. هنلاقي الفنان برده ده عبايه استقبال، انا بديكم علامات بس مميزه واحنا ماشيين. هنلاقي السلم على شمالنا على طول، هنفضل نطلع معاكم للدور الثاني زي ما انتم شايفين كده، هديكم علامات واحنا ماشيين برضو محلات. اول الدور الاول هتلاقوا الملكه ده بتاع عبايات برضو سمراء والوان، وهنلاقي البورسعيديه، هنكمل مع بعض ونطلع الدور اللي فوقه على طول. انا ان شاء الله هوصلكم المكان ومش هسالوا اي حد كمان، المول ما شاء الله مكان كبير جدا ومحلات كتير، يعني لو مش واخدين العنوان مش هتعرفوا توصلوا. اول ما هنطلع هنلاقي مكتب روماتكس زي ما انتم شايفين كده في وشنا، وهنلاقي كمان على الشمال سنتر الفتح، هنكمل على طول هو المكتب اللي بعد سنتر الفتح ده، مكتب البطل اللي عملنا منه الجوله النهارده، انا وصلتكم العنوان بكل سهوله من اول شارع الجيش لحد المكتب، موجود هناك حاجات اسعار حلوه جدا. ما تنسنيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.